حبيبي احمد، بديت بالكحول انت؟ اي كحول. بيا سنه بديت بالكحول؟ ب 2017. 2017؟ يعني كان عمرك 13 سنه؟ اي صغير. اي ورطوني، كنت اشرب. من ورطك؟ منو بدا وياك؟ شلون بديت؟ جماعه السوق. اي اوكي، جماعه السوق اتفقنا. شلون بديت اول مره؟ شلون رغبوك؟ ايش قالوا لك؟ رغبوني. منو قال لك؟ هو من هو؟ هو صاحبي. صاحبك؟ ايه. زين، صاحبك ايش كبره؟ كبير، اكبر من يمي. اكبر من يمك ايش قد يعني عمره؟ كبير كبير كبير. ايه. زين. ايه. اي وبعدين شربت وياه مره مرتين. بالمنطقه يمكم؟ من بالمنطقه. ايه. بالمنطقه. شربت وياه مره مرتين، تعلمت. تعلمت؟ ايه. انا باب الشرجان دله. نعم. ايه. واشتغلت هناك واحد، قمت اروح واجي. قلت منك اجيبه وياي واشرب بيه بالبيت مرات بالشارع. وجارة. بالشارع؟ ايه. بالشارع وين يعني؟ اقعد بالسعدون. ها؟ اي بالتاوين. وحدك لو احد وياك؟ لا جماعتي وياي مرات وحدي. وبالبيت شلون؟ بالبيت هي صدفات فوق. ها فوق؟ اي. ما انتبهوا الاهل عليك؟ والدك ما انتبه؟ مره كظوني مرتين. شو كنت لزموك يعني ورا شقد؟ مره ورا فتره كظان، مره كظان مخمور بالسطح. بالسطح؟ اي. مره بالليل او بالنهار؟ لا بالنهار. بالنهار؟ اي. مره بالليل لقى بطل امين فوق. بالنهار من لقاك مخمور بالسطح سوى لك الوالد؟ نزلنا جوا قسلنا وهاي، قال ايش جابك على الدرب هذا؟ زين. نصحني وكتني وقتها.